أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، لا سيما وصيه وابن عمه وخليفته في أمته مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، في الوقت الذي نبارك للأمة الإسلامية جمعاء وللحضور الكريم هذه الأيام المباركة، عيد الغدير الأغر، عيد الله الأكبر، في الوقت نفسه نلقي عليهم التحية والترحاب والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته. عليهم السلام ورحمة الله. بحثنا الذي اخترناه موسوم بحقوق الأقليات في حكم الإمام علي عليه السلام بين مبادئ الحقوق وواقعها التطبيقي. أنا آثرت أن أدخل في البحث مباشرة من دون مقدمات كسبا للوقت. من الأمور الواضحة لذوي البصائر أن السلام الذي تنشده البشرية لا يمكن أن يتحقق في العالم ما لم تتوفر أسباب ومقومات سبل التعايش السلمي بين أفراد المجتمع والمتقوم بمراعاة حقوق عناصره وأفراده، لا سيما حقوق الأقليات، بما يحقق العدل والسلم المجتمعيين. وقد برهن النص العلوي على قدرته في تلبية حاجات البشر التشريعية وتحقيق الأمن والعدل العالميين وتغطية ساحة الحياة في أي مقطع زمني وفي أي بقعة من أقطار الأرض، سواء في المسائل العبادية والروحية أو الأمور التربوية والأخلاقية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وسواء تعلقت بالفرد أو المجتمع. بحسب طبيعة البحث الذي تناولته كان منقسما على محورين أو مطلبين أو فصلين أساسين. الأول، المطلب الأول هو المبادئ والأسس التي تستند عليها حقوق الأقليات في ظل حكومة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نذكر من هذه المبادئ: المبدأ الأول مبدأ الرحمة والرفق، إذ الرحمة والرفق من المبادئ الأساسية التي استند إليها الفكر العلوي في نظرته التشريعية والتطبيقية في ميادين حكمه. وقد ترشح من هذا المبدأ مجموعة من الحقوق والواجبات، وأصبحت أساسا للتعامل في المجتمع الذي أراد أمير المؤمنين سلام الله عليه التمهيد له في النفوس وبنائه في سلوك الأفراد والمجتمع. يقول عليه السلام في عهده لمالك: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق. ومن يقرأ الصفحات المشرقة لحياة أمير المؤمنين سلام الله عليه يجد مبدأ الرحمة عنصرا بارزا في سيرته بين الناس. المبدأ الثاني مبدأ المحافظة على كرامة الإنسان، إذ إن كرامة الإنسان من القيم العليا والمبادئ الأساسية التي ارتكز عليها فكر الإمام سلام الله عليه وسيرته العلمية في التأسيس لكثير من الحقوق والواجبات التي انطلقت من سيرته القولية والفعلية. المبدأ الثالث من المبادئ التي استمدت منها حقوق الأقليات اعتبارها هو مبدأ العدل ومبدأ المساواة. إن النظرة العلوية للعدالة هي النظرة المؤطرة بالأخلاق والدين، كما تقدم قبل باحثين أو ثلاثة من الباحثين، أنه مؤطر ليس فقط بالجانب العقائدي، العدل مؤطر بالجانب العقائدي والجانب الأخلاقي، وهذا ما يستند عليه الفكر العلوي في تأسيسه.
إن العدالة تحافظ على توازن المجتمع وتسيره بالطريقة التي تحفظ بها النظام العام وتقضي على الفوضى من خلال قبول أفراد المجتمع بما يترتب عليهم من واجبات ويتمتعون بها من حقوق ليسود الأمن والأمان في أرجاء المجتمع ولا يضيع حق من حقوق الأقليات المكونة له. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول، المبادئ التي استقى منها النص العلوي تشريعاته إلى في أيام حكمه وما بعدها. أما المطلب الثاني أو الفصل الثاني فيتعلق بالتطبيقات العملية التي انعكست من هذه المبادئ، يتناول أهم الثمرات العملية من تلك المبادئ التي انطلقت من تلك الأسس للسيرة العلوية في مجال حقوق الأقليات على الصعيد التطبيقي. شواهد كثيرة نذكر منها: الأول، إقامة العلاقة المتوازنة في المجتمع. إن من نتائج تأكيد السيرة العلوية على توطيد علاقات التعارف والتعاون بين أفراد المجتمع الإنساني هو تفعيل القيم المشتركة والفضائل العامة التي تدعو إليها كل الأديان، مثل المحبة والسلام والطهارة والعدل والتسامح، والحوار بين الأديان بما يحقق السلام والتعايش واحترام التعددية الدينية ونبذ التعصب. يقول سلام الله عليه: صافح عدوك وإن كره فإنه مما أمر الله به عباده. يقول عز وجل، والاقتباس القرآني للإمام سلام الله عليه: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الثمرة الثانية أو النتيجة الثانية في مجال مراعاة حقوق الأقليات في حكمه سلام الله عليه هو التعايش السلمي. ففي سيرته سلام الله عليه من مظاهر التعايش السلمي ومراعاة حقوق المواطنة للأقليات التي تعيش في كنف الدولة الإسلامية على مستوى النظرية والتطبيق الشيء الكثير. فقد أعلن سلام الله عليه أنه لا يلزم أحدا من غير المسلمين بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على واقع حياتهم، لا سيما في الأحوال الشخصية، فإنهم يرجعون إلى أحكام دينهم. فكان يقول لخصمه في العقيدة: قد أذنت لك فكن في أمرك على ما بدا لك. وكان لأصحاب الديانات حريتهم في ممارسة شعائرهم وطقوسهم، إذا لم يتقارن ذلك مع إثارة المشاعر أو تأجيج روح العصبية الدينية، وكانوا مندمجين ضمن النسيج الاجتماعي الإسلامي. هذا موجز مختصر، واستبعدنا في هذا المختصر كثير من الشواهد والأمثلة طلبا للاختصار، والحمد لله رب العالمين. شكرا لك يا سماحة السيد للالتزام بالوقت. فإن كانت هناك مداخلة أو تساؤل مع السيد الباحث، أتفضل أستاذ الدكتور صباح الزويدي. شكرا جزيلا لاهتمامك ومداخلاتك، واقعا تثري الجلسة تلك المداخلات والتساؤلات. شكرا لك. فضل. الحقيقة احنا ما نتحدث عن الإمام عليه السلام الله عليه نجده في كل مجالات الحياة، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية. بالنسبة للفئات الأخرى اللي ذكرها الباحث، الأقليات، أيضا فرض الخراج والجزية. الخراج على الأراضي الزراعية، أما الجزية ففرضها على أهل الكتاب. شكرا جزيلا. أحسنت. نعم، إذا كان هناك تفاصيل في مسائل الاقتصاد، طبعا مسألة الجزية ومسألة الخراج يعني لم يؤخذ شيء من الأقليات هكذا، سواء كانت أقليات عرقية أم دينية، لم يؤخذ منهم شيء إلا وقد أعطي في إزائه وفي مقابله حق. سقط عنهم الجهاد، وسقط عنهم كثير من الأشياء في مقابل دفعهم للجزية. الدولة الإسلامية تتحمل وتقوم بمهمة الدفاع عنهم، يعني في كل شيء في مقابله، ولم يضع لهم شيء أو حق من الحقوق. نعم.
شكرا. تفضلوا شيخ علي باشا. سريع استدل سمحت السيد بموضوع الأقليات، حقوق الأقليات عند في دولة أمير المؤمنين عليه السلام بالآية الشريفة: ادفع بدته أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا استدلال الإمام السلام. وفي صافح عدوك، الكلام عن الأقليات التي هي تحت الدولة الإسلامية، كيف يكون عدو؟ العداوة لا، عفوا لا لا لا، ليست منحصرة في إظهار العداوة. العدو قد يكون خصوصا العدو الفكري أو العدو العقائدي، يكون عدوا من دون أن يظهر العداوة، وربما هذا الإظهار يكون على مراتب ودرجات، ربما يصل إلى القتال، ربما يصل إلى التلاسل، ربما يصل إلى الاختلاف. فمن نتيجة من كما يقول المناطق، هو مفهوم مشكك ذو مراتب متعددة، من نتيجة ينطبق عليه عنوان العدو حتى وإن لم يظهر عداوته. شكرا. سمحت الشيخ، عفوا، حتى إذا صارت مشاجلات الوقت يأخذنا. شكرا لك، وشكرا للسيد نبأ الحمامي قدم ملخصه، وشكرا لالتزامي بالوقت.